عم حكيك سؤال بتجاوب عليه، جاوب يلا. وليش هيك عم تحكي؟ يلا يلا. وليش هيك عم تحكي؟ شو حكيتها؟ هذا اسلوب تحكي فيه؟ مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك؟ تمام ان شاء الله بخير الحمد لله. شو الاسم الكريم؟ عبد. عبد اليوم نازل اسالك سؤال، اذا عرفته تربح معي جائزه نقديه. تمام. ما هو اصغر مسجد في العالم؟ اصغر مسجد بالعالم؟ شو هالصفنه هاي؟ شلون شو هالصفنه هاي؟ وليش انت عم تحكي يعني؟ لا شو هالصفنه هاي؟ جاوبني على السؤال. في مجال نجلس لساننا شوي؟ عفوا، في مجال نجلس لساننا شوي؟ عم حكيك سؤال بتجاوب عليه، جاوب يلا. وليش هيك عم تحكي؟ يلا يلا. وليش هيك عم تحكي؟ شو حكيتها؟ هذا اسلوب تحكي فيه؟ بس عم اقول لك جاوب على السؤال. مو بهاي الاسلوب هذا. جاوب على السؤال، ما هو اصغر مسجد في العالم؟ يلا الله يرضى عليك. جلس لسانك، احكي بصيغه حلوه. عم حكيك بصيغه حلوه. هاي صيغه حلوه هاي؟ مالي داخل ايه وارفع. مالي داخل ولا بصغير بجاوب على هذا السؤال، فاحكي الجواب يلا. في مجال تحكي بطريقه اضبط من هيك؟ بلا ما نجعلك بعض؟ نجعلك بعض؟ اي والله. اي والله. يلا جاوب على السؤال. جلس لسانك. جاوب على السؤال. الله يخليك جلس لسانك. ليش معصب؟ شلون؟ ليش معصب؟ ما لك شايف حالك كيف عم تحكي؟ طول بالك، طول. طول بالك، طول بالك. لا يخلقي والله من الشوب. لا يخلقك مشكلتك، ما تحكي معي بهالصيغة هاي. طب يلا طول بالك، حقك علي لا تواخذني. هواء؟ ما في. يلا. أسألك سؤال ثاني. تفضل. ما هو أطول برج بالعالم؟ سؤال شو هو؟ أطول برج بالعالم. أطول برج بالعالم؟ بني خليفة؟ هو صح بس ما أعطتني إياه هيك بطريقة أسلوب حلو. طيب هسألك سؤال طالع، ما هو البرج المائل؟ البرج المائل. المائل؟ ما هو البرج المائل؟ كأنه رجعنا للصيغة نفسها اللي كنا فيها أول. نرجع للصيغة. سألك سؤال جاوب. جلس لسانك، جلس لسانك. ما عم بحاكيك شي غلط، جاوب على السؤال. احكي بزي العالم والناس. عم حاكيك بزي العالم. جلس لسانك. يلا يلا جاوب على السؤال. وليش هيك هاي النفترة؟ مالي رايق، عم لك والله. مالك رايق مشكلتك مش مشكلتي. ما بتحكي معي بنفترة. جاوب على السؤال، الله يرضى عليك حبيبي، والله العظيم مالي خلق. جاوب على السؤال، عشان ربحك الجائزة خلصني. بلاها الجائزة وبلاها بلاها النفترة كلها. لا بلاها النفترة كلها. بلاها النفترة كلها. جاوب على السؤال. ما بلاش أساوي. لا بدك تجاوب. أنا ما بطلع من عندي حدا إذا ما جاوبت. يلا بدك تجاوب. ما راح أجاوب. لا بدك تجاوب. طب لي هذا أشوف شو بدك. لا بدك تجاوب. لا ما راح أجاوب، بطلت أجاوب. بدي أشوف أنت شو بدك وليش هيك عم تحكي بهالصيغة هاي. أنا مذيع، احترم حالك. أنت مذيع؟ إيه. وأنا اللي احترم حالي. إيه. ليش ما أنت تحترم حالك وتجلس النفترة اللي عم تتنفترة؟ لا طول بالك، إن شاء الله هدي. إن شاء الله هدي. شو هدي يا زلمة؟ نعتذر منك، لا تواخذنا. بس عم نشوف ردة فعلك، شو بك يا زلمة؟ لا تواخذنا، حقك علينا. بسيطة. بسيطة. رايق يعني؟ أمانة معصب؟ لا. معصب شيء؟ لا. اللي معصب؟ لا لا. طيب جاوب على السؤال. حقك علي، لا تواخذني. ولا يهمك. إن شاء الله ماشي. وهي جائزة نقدية. روق لي حالك. أهلا وسهلا.